تقرير وسكوت عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يرحمه ان شاء الله. وطلب من الناس بس ده في العيد ان شاء الله النهارده. الحمد لله على كل حال. يعني بحبينا حواليه واحنا يعني اخواته في ضحك بعض طول عمرنا. يعني الحمد لله. يعني احنا ما كناش متوقعين ان يعني الوباء ده يعني فينا كده اكتر من كده. يعني هنعمل ايه؟ ده حب الناس والله. بقول له خير كتير حتى من الناس من غير ما تاخد بالها. يعني هو بيحب ايه دايما يعمل خير للناس على طول. يعني انا قلت لك هو من الناس النادره اللي ما تلاقي زيها. فالالتفاف ده طبيعي ان انت ما يعني ما تلاقيش حد بعيد عنه ابدا، وحتى الناس كلها مش خايفه ومش قلقانه. من الاخر مره بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا يحفظنا جميعا وربنا يرحمنا. كابتن عزمي الله يرحمه وندعي له. اي حد اي حد زعلان من الكابتن عزمي يسامحه. ليه فلوس عند الكابتن عزمي؟ ولاده امير وانا موجودين. اي حد ليه جنيه عند الكابتن عزمي، ليه فلوس عند الكابتن عزمي، ليه اي حاجه، دي في رقبتنا احنا. ماشي. يا رب رؤية الملكان. اللهم اجعل ضمة القبر عليه كضمة الام الحنون لولدها.